يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله والله يا شباب يا بنات والله توبوا الله ارجعوا على دينكم إن شاء الله. احمدوا ربنا صلوا صلوا لربنا ابعد عن الحرام ابعد عن الحرام والله إذا ربنا بيأذيكم والله بيأذيكم والله بيأذيكم يا الله يا الله يا كريم والله والله يا جماعة نهديك اليوم نهديك اليوم كنت مبسوط وكل شيء كنت مفكر حالي مبسوط مفكر حالي عايش بس والله كنت ميت كنت ميت لأن الدنيا هاي موت في عنا الآخرة احنا بدنا الآخرة والله احنا هون ميتين 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 والله من شان الله يا جماعة بس صلى تحجبوا والله ربنا إذا بدي يعمل لك الشر يا أختي إذا ربنا بيأذيكي والله بيأذيكي أو يا أخوة ربنا إذا بيأذيك والله بيأذيك من شان الله توبوا لربك توبوا لربكم من شان الله يا الله يا كريم يا كريم هذيك اليوم كنت مبسوط معك وهاي فكر حالي كنت عايش فكر حالي كنت عايش بس والله كنت ميت والله مشان الله طول والله إذا ربنا بيجيك وبيجيك يا الله يا كريم يا الله يا الله يا الله إن شاء الله طول طول ربكم إن شاء الله الله زد يزيك وبيزيك احمد ربكم كل يوم عم بتفيقوا هاي نعمة من دربنا نعمة من دربنا انه كل يوم عم بتفيقوا كل يوم عم بتفيقوا شمس جديد بس عم نضلنا نايمين وعم ننام وعم ننام ما عم نفيق ما عم نحس انه هاي الدنيا مسخرة مسخرة فينا نموت اليوم بكرة امبارح امتى ما كان فينا نموت بس عم نفكر بهاي الدنيا نسينا الاخر ربنا كان مكرمني كل شيء كل شيء عندي كان كل شيء عندي بس ما قلت له الحمد لله الحمد لله على النعمة الله أكبر الله أكبر
والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً.